مطربة باكستانية أمها باعتها وهي حية، وكمان وهي ميتة. اسمها غزالة جويد، وهي غزالة بجد، جمال وصوت روعة خلى شهرتها توصل بسرعة للعالمية. وغنت على مسرح دبي وعملت تسجيلات وأغاني، الشباب كلهم كانوا يتهافتوا عليها، بس كان عمرها قصير ملحقش تتمتع بحاجة. غزالة اتولدت عام 1988 من أسرة مسلمة في شمال باكستان، وبدأ مشوارها الفني من 2004، بس المشوار دوت كان قدامه صعوبات، وهي أن جماعة طالبان المتطرفة سيطرت على المدينة وكانت بتطارد المغنيات وتقبض عليه، واضطرت انها تهرب مع اسرتها لمكان اسمه بيشاور، وبدات هناك تكمل مشوارها الفني. في 2010 تقدم لها رجل اعمال اسمه جيهان ناجير، وهو تاجر عقارات وسري. هي رفضته عشان فرق السن وعشان هي بتحب واحد تاني، وهنا امها بعتها لاول مره لما اتفقت مع تاجر العقارات انها تمضيها على عقد الجواز على ان هو عقد حفله، والبنت عشان اميه مضت واضطرت ان هي تتجوزه غصبا عنها عشان ترضي امها. وبعد شهور من الجواز عرفت ان هو متجوز، وكمان غيرته عليها كانت زياده، وطلب منها انها تتوقف عن الغنى، وعشان كده لجأت للمحكمه. في 2011 صدر لها حكم بالطلاق، ولما جوزها عرف ان هي خدت حكم الطلاق وانها اصبحت خلاص مش زوجته اتجنن جنونه وفكر ان هو ينتقم منها، فاجر عصابه من الجماعات المتشدده علشان يقتلوها. وفي يوم كانت بتتسوق هي ووالدها ووالدتها واختها، اتفاجئوا باتنين معاهم سلاح اطلقوا عليهم كميه كبيره من الرصاص. في الحال ماتت غزالة والدها ونجت أمها أختها. ماتت غزالة في الوقت ده وكان سنها 24 سنة، ملحقش تتهنى بالدنيا ولا تتمتع بمالها بعد ما كانت بتاخد أعلى أجر في الغنى لليلة الواحدة. وقدرت الشرطة أنها تقبض على القتلة اللي اعترفوا أن طليقها هو اللي أجرهم، واتقبض على طليقها جيهان ناجير اللي اعترف، واتحكم عليهم هما التلاتة بالإعدام، جيهان والاتنين اللي قتلوها. وهنا أمها بعتها للمرة التانية وهي ميتة لما تنازلت عن حقها وتعدل الحكم من الإعدام إلى المؤبد، بعد ما أخذت منهم مبلغ كبير جدا، يعني بعتها حية بعتها ميتة. وضاعت غزالة في سن 24، وضاع جمالها وصوتها الناعم في التراب، وأمها هي اللي استفادت بكل حاجة. ولو دي أول مرة تشوف القناة عليك تشترك فيها وتعمل لايك للفيديو وتخش على فيديوهات القناة، أكيد حاجات كتير هتعجبك. سلام.